ديسيجن في هذا المنطقه ونجد ساعد على كل حال الاستثابه الديكوريه وايضا السياسات المعتمده مناجم عن المحروقات في حاله الجزائر وليس تحقيق تراكم وبالتالي اخو مساله مستهدفه بالعديد من السياسات التحكم أن النفقات العمومية خاصة الموجهة لأغراض غير اقتصادية لابد من التحكم فيها ولابد من إعادة هيكلة النفقات. لماذا؟ لأن النفقات تضخم النفقات وعجز الإيرادات العمومية على مستوى الميزانية هو أحد أسباب التضخم الموجودة في الجزائر. الحراك هو الانسلمي ولا يعرف إضرابات كثيرة ولا يعرف كذلك يعني كسر أو تهديم أو تعطيل للجهاز الإنتاجي والآلة الاقتصادية. يعني الخدمات هي مستمرة، الكهرباء، المياه، يعني كل الأمور عادية. وبالتالي هذا يعني كما نقوله يعمل باتجاه أنه الأوضاع الحالية ليست يعني خطيرة أو تبعث على الانشغال كما يعتقد البعض.